دكتور محمد، أنا أجيت مشان أسألك، مو على أساس أنت مأمن كيف تحكي قدام الناس شغلات خاصة فيي؟ هالقصة مالي دريان إنك مخبيتيها، بالنهاية هي حالة صحية ما بتخجل وفتون خانم من العيلة. وشو عرفك إنها هيك؟ كيف يعني؟ مو هي كمان كنتها لقدرية خانم مثلك؟ رح تشوف، رح اشتكي عليك للشرطة وبورجي. نارين خانم، لا تكبريها لو سمحتي، فتون خانم كانت خايفة لهيك قلت لها، حبيت أعطيها أمل مشان بنتها. أنت شو عم تحكي؟ لا تجنني، ليش لا تعطيها أمل؟ ما بنتها عاملة عملية زايدة. يا ريت ما تواخذيني، عندي عملية ولازم أمشي، بالإذن منك. مساء الخير، الدكتور محمد مين عم بينظم مراجعينه؟ أنا المسؤولة هون، تفضلي شو المطلوب؟ أنا مرت عمة للمريضة عايدة شانفاردي، قبل كم يوم عملت عملية عندكم، بدي أسألك إمتى لازم تجي مراجعة مرة تانية؟ شو عمليتها؟ كانت... خلص لقيتها، عملية إجهاض، كانت حامل ومسجل إنه إجت مراجعة، كل شيء عندها طبيعي، ما في داعي تجي مرة تانية.